أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على أهمية المنجزات التي حققها فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية خلال المرحلة الماضية، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق خلال فترة وجيزة من تأسيسه وحتى الآن. جاء ذلك خلال استقبال سموه لأعضاء الفريق لاستعراض المنجزات التي تحققت في عام 2018، بالإضافة إلى خطط الفريق ورزنامة مشاركاته في الموسم الجديد، وذلك بحضور حشد كبير من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام المختلفة. واعتبر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن ما حققه فريق البحرين ميريدا من إنجازات يؤكد مكانة مملكة البحرين على خارطة البطولات القارية والعالمية، مبينا أهمية مواصلة الفريق في مسيرته لتحقيق الأهداف التي من أجلها انطلقت فكرة التأسيس، وأهمها وضع بصمة البحرين على منصات التتويج في أقوى سباقات الدراجات الهوائية حول العالم. Well, we attended 250 races per year in more than 20 countries across the 5 continents. We have successfully achieved many milestones. When we started in 2017, we had 11 victories and 23 second and third places. The Milano-San Remo race, it's a classic race well known around the world and it has its weight. Thank you very much. Thank you to our soldiers out there, the riders of Bahrain Merida. Thank you to the ones behind the curtain, behind the stage, whom are the logistical team, the administration. And thank you for the ones who made it happen, our sponsors. والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الشركات الراعية على هامش الحدث مشيدا بجهودهم الكبيرة في دعم مسيرة الفريق وهذا النجاح المميز منذ انطلاقته وحتى الآن، معتبرا أن الشراكة الاستراتيجية مع الرعاة تعزز من مشوار الفريق في تحقيق المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين في المشاركات الخارجية. وتم استعراض مسيرة فريق البحرين ميريدا وإنجازاته خلال عام 2018 وأهم المحطات التي مر بها أبطال الفريق، سواء من مراحل الإعداد للمشاركات وما صاحبها من لحظات مميزة وحافلة على مستوى التتويج بالألقاب في عدة بطولات على مستوى العالم، كما تم عرض مادة فيلمية أخرى عن فريق ماكلارين وإنجازاته على مستوى رياضة الفورمولا 1 باعتباره شريكا استراتيجيا لفريق البحرين ميريدا. ويضم فريق البحرين ميريدا 27 دراجا من نخبة الدراجين حول العالم، يتقدمهم الإيطالي المخضرم نيبالي صاحب السجل الكبير واللامع على مستوى هذه الرياضة، كما يضم الفريق نخبة من أشهر المدربين الدوليين وجهازا إداريا متكاملا بالإضافة لجهاز طبي متميز.